نتائج الانتخابات تغير موازين القوى في العراق. المركز الأول تحالف سائرون يتزعمه رجل الدين البارز مقتدى الصدر، والذي يرفض الوصاية الإيرانية على العراق ويسعى للانفتاح على جوار العراق العربي وتشكيل حكومة عابرة للطائفية. المركز الثاني ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي ويسعى لاستثمار إنجازات ولايته السابقة. المركز الثالث ائتلاف الفتح والذي يتزعمه القيادي بالحشد الشعبي هادي العامري، معروف بولائه لإيران، وسبق أن ضبطت صناديق أموال مهربة من إيران لدعمه في الانتخابات. المركز الرابع ائتلاف دولة القانون يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي. شهدت البلاد في عهده سقوط مناطق واسعة بيد داعش العراق على مفترق طرق، إما العودة للحضن العربي أو السقوط في المستنقع الإيراني.